بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب، اهلا بكم في فيديو جديد من كورس ويب بن تيستنج. في الفيديو اللي فات شفنا ازاي نجيب الاكتف سيرفيسز، تمام، شفنا ازاي نستفيد بيها. في الفيديو ده هنخش في خطوه جديده او في ستيب جديده من الستبس الخاصه بالانفورميشن جاذرنج فور ويب، وهي ان نعرف ايه التكنولوجي اللي الموقع ده شغال بيها، تمام. ده هنعرفه من خلال اضافه مش من خلال تول، يعني مش هنستخدم المره دي الادوات اللي جوه الكالي او اداه على الكالي او كده، لا هنستخدم اضافه. الاضافه دي بتبقى في المتصفح، بتبقى في البراوزر بتاعي، سواء المتصفح بتاعي دوت فايرفوكس، اوبرا، سفاري، كروم، ايا كان، فالاضافه دي بتنزل عليه. ولكن يفضل انك تستخدم اداه، اسف، متصفح فايرفوكس. الاداه ديت هي عباره عن ان هي بتخش لك على الموقع او اي موقع انت بتفتحه، هي بتجيب لك، بتحلل الموقع ده وتحلل السورس كود، تمام، وبتجيب لك ايه التكنولوجي اللي هو شغال بيها، ايه التكنولوجي اللي هو شغال بيها. انت بناء على التكنولوجي اللي هو بيجيبها لك ديت بتشوف هو الموقع ده ايه التكنولوجي اللي هو شغال بيها، ممكن تمسك يعني تحاول تشوف التكنولوجيا اللي شغال بيها وتمسك التكنولوجي مثلا معينه او فريم ورك معين الموقع ده شغال بيه، وتبدا تسيرش عليه، تدور على اكسبلويت ليه او ثغره مثلا في الفريم ورك ده، او اي ضعف، يعني في نقطه ضعف في الفريم وركس او في المكتبات اللي الموقع ده بيستخدمها او في الخدمات اللي الموقع ده بيستخدمها، وتستغل الموقع منها. تعالوا كده نقول له فين الاضافات، تمام. هتيجي هنا وتبحث عن اداه اسمها ويبالايزر وتدوس انتر. ايه ده؟ اهي الاداه، اهي هي دي الاداه ويبالايزر، اول واحده خش عليها كده، اضافه، موافق، ضيف، تمام. الاداه بقت متضاف عندي في المتصفح، localizer has been installed. هو بيقول لك الخطوات عشان تشتغل تعمل ايه، تروح اي موقع، كليك على الايكون بتاعتها، تمام، هتشوف التكنولوجي بتاعت الموقع ده. يعني حتى الموقع بتاع localizer هو اللي انا فتحته، الاداه جابت لي التكنولوجي وهو شغال كده. اوكي، طيب انا بحب اخليها دارك، فاخليها كده. اجي هنا في حاجة هنا، بص، هيقول لي ان الموقع ده شغال على خدمة جوجل اناليتكس، ماشي. الموقع ده شغال بلغة نود جي اس، اه، فانا كده طلعت المعلومة، اول معلومة ايه، الموقع شغال بنود جي اس، فانا بناء على كده ممكن اشوف ضعف في لغة اللي في النود جي اس، النود جي اس ديت الباك اند، فاشوف ايه الضعف اللي في النود جي اس واجي احاول اطلعه او من خلاله استغل الموقع. عندي بيقول لي ان هو مستخدم جافا سكريبت فريم وركس زي نيكست، زي، فانا ممكن بغير احاول ادور على حاجه ضعف امني للفريم وركس ديت واستغلها. بيعرف ان الموقع شغال بكلاود فليرا وامازون كلاود فرونت، تمام. بيقول الموقع بيشتغل عليه فيديو بلاير هو فيمو، فانا ممكن برضو يعني دي فيمو دي سيرفيس فيديو بلاير، يعني اللي هو الفيديو اللي هو الشكل اللي بيشغل اللي الفيديو بيشتغل من خلاله يعني على الموقع، فانا برضو ممكن استغلها او ادور على حاجه تكون في فيمو فاقدر اعمل بيها اتاك يعني، تمام. هنا بيقول ان هو شغال بجافا سكريبت لايبرري اسمها كور جي اس ومديني الفيرجن بتاعها، فانا ممكن عن طريق الفيرجن ده او واخده كده وكوبي وادور على على اكسبلويت ليه او ضعف امن ليه. تعالوا مثلا نجيب هنا نقول له نود جي اس، لا تعالوا نقول اكسبلويت فور نود جي اس، امسح كده، اكسبلويت فور نود جي اس، هلاقي بقى كذا، هلاقي حاجات ياما كده. فانا بقى ايه بقعد، ماشي، ده مثلا بيقول لي common vulnerabilities in Node.js، هيشرح لك بقى الفانكشنز وايه ممكن تستغلها ازاي وهكذا.
فيعني عن طريق الموضوع ده كده انت تشوف التكنولوجيا الموقع شغال بيها ممكن تطلع ثغرة. طيب تعال نروح على هاكر وان. تمام هاكرز اوبورتيونيتيز ونطلع اي موقع منه ونحاول نطلع برضو التكنولوجيا اللي شغال بيها. هات كاليرينا ده بس اول حد انا عايز ايه، انا عايز دومين. ده اول اتنين دول اشتغلنا عليهم قبل كده. تعال نشوف ده. ماشي تعال نخش هنا ويب سايت. ويب سايت لسه بيحمل ولا دي لقطة في تلات تكنولوجيا الموقع ده شغال بيهم. بقى 30 طبعا كل ما الموقع يحمل كل ما يعني كل ما الموقع يحمل الاخر كل ما التكنولوجي اللي شغال بيها هقدر اديتكت التكنولوجي اكتر. ماشي ممكن مثلا ادور على React دوت، يعني من الاخر ادور على الجافا سكريبت فريم وركس، ادور على البروجرامينج لانجويج، ممكن تدور على الحاجات الخاصة بالسيكيورتي دي وال يعني هتدور على الحاجات اللي الموقع شغال بيها، خصوصا الحاجات اللي بتشتغل في الباك اند، خصوصا في الحاجات اللي بتشتغل في الباك اند وفي الجافا سكريبت، علشان دول اللي من خلالهم هتقدر تلاقي اكسبلويت او ثغرات يعني تخليك تقدر تاخد كنترول على الموقع. تمام فاذا انا شايف هنا، شايف انا جبت كل التكنولوجي اللي الموقع شغال بيها، حتى الحاجات اللي هو بيستخدمها عشان يعمل اناليسيس للترافيك اللي بيجيله بتاع الزوار برضه عرفتها، عرفت ان هو شغال عند الموقع ده شغال عليه سيرفيس جوجل بيكسل وجوجل اناليتكس دي، علشان الترافيك لما مثلا اخش على الموقع يقول له جالك كام واحد النهارده، كام واحد دخل على الموقع وفضل في الموقع قد ايه، والمستخدم ده كان منين ودخل على ايه بالظبط في الموقع وهكذا، حاجه بتجيب له احصائيات عن اليوزر. فحتى دي عرفتها يعني. تمام طيب تعالوا نشوف موقع تاني. في الموقع ده احنا كنا اشتغلنا عليه قبل كده. مش التكنولوجيا قاعدة عمالة تزيد، كل ما الموقع يحمل كل ما هيكتشف حاجات أكتر. طيب ده ال content management اللي الموقع بيستخدمه. تمام طبعا لو في حاجة انا مش عارفها انا ممكن اخدها كده كوبي واحطها وابحث عنها في جوجل يعني. وادي الحاجات اللي هو بيستخدمها في analytics. تمام ال framework اللي هو بيستخدمها React و emotion و getSpy. تمام طيب يعني جاب لي التكنولوجيا اللي ممكن اشغل بيها، وانا عن طريق كده اقدر ادور بقى واعرف حاجات اكتر. طبعا بيجي في حاجات ممكن يجيب لك اكتر من كده او تفاصيل اكتر يجيب لك من كده، بس باشتراك بقى والكلام ده ملناش دعوه. هنا قلت له اكسبورت، يعني هيعمل لي الكلام ده في فايل، اعمل لي فايل اكسل. تعال نفتحه كده، نزل التكنولوجي الموقع شغال بيها ده في فايل. تعال نشوف كده لما هنفتحها هتبقى شكلها عامله ازاي. ادي اليو ار ال بتاعت الموقع. ادي هو اليو ار ال بتاع الموقع، وادي الكونتنت مانجمنت، وادي بقى ايه الحاجات التكنولوجيا شغال بيها. سيبك من دي. طيب الاناليتكس شغال اهو، شغال بجوجل اناليتكس ومايكروسوفت مش عارف ايه وتيك توك بيكسل، شغال بحاجات ياما. جافا سكريم وورك شغال ب
جيت سباي وشغال براكت شغال ايموشن. فزي ما شايفين جاب لي نفس اللي كان جابه لي، ولكن جابوا لنا في ايه، في جيت اكسل دوت سيف. تمام، فزي ما شايفين احنا كده قدرنا نعرف التكنولوجي اللي الموقع بيشتغل بيها، وده عن طريق الاضافه اللي اسمها ويبلايزر. شكرا لكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.